نشوف معنا أكيد طبعا اليوم معنا اتصال السيد محمد برقبة مدير إدارة عمل حولي في الهيئة العامة للقوة العاملة. يسعد لي مساك أبو تركي. يا هلا ومسعد سعيد أختي ريهام، ومسي عليكم بالخير أنت والأستاذ سعود. حياك الله. طبعا في البداية ودنا نعرف بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هل يمكن أن يحول العمالة من العقود الحكومية؟ حسب القرار الأخير 142 على 2021 لا يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التحويل إلى القطاع الأهلي إلا حسب ما هو معمول به في السابق في القرار السابق لهم. جميل. القرار تضمن 6 أنشطة واشتراط موافقة صاحب العمل؟ نعم صحيح. ممكن جميل. نعرف الأنشطة اللي تم السماح لها في نقل الأيادي العاملة؟ ممتاز. أول شيء الصناعات والصيد والزراعة والرعي والجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة. إذا أمكن بس أفند القرار إذا تسمحوا لي. يطبق هذا القرار ابتداء من الإعلان عنه بالجريدة الرسمية، ومتوقع نشره يوم الأحد القادم الموافق 7 مارس 2021. ثانيا تقدم الطلبات من خلال برنامج أسهل للشركات، هذا بالنسبة للمادة الأولى منه. يسمح بتحويل العمالة بكافة الأنشطة بالنسبة للقطاعات المذكورة أدناه لحين إشعار آخر بشرط موافقة صاحب العمل، وهي اللي ذكرناها قبل شوي، الصناعة والصيد والزراعة والرعي والجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة. أما بالنسبة للمادة الثانية من القرار يسمح بتحويل العاملين بالقطاع الحكومي والملتحقين بعائل للعمل بالقطاع الأهلي ولحين إشعار آخر، فتقدم طلبات التحويل لهم من خلال النماذج الإلكترونية وليس برنامج أسهل. أحب أنوه ووضح عن هذه النقطة، تقدم طلبات التحويل لهم من خلال النماذج الإلكترونية، وبعد تقديمها ب 24 ساعة يتطلب حضور المخول لإدارة العمل المختصة لاستكمال الطلب داخل الإدارة. هذا كله من يوم الأحد، يعني من يوم الأحد أقدر أبلش التحويل؟ إيه نعم صحيح. ممتاز ممتاز. بعد أخذ موعد مسبق نعم موعد مسبق لمراجعة الإدارة يتضمن الموعد ونوع الخدمة. طبعا هناك دراسة حاليا لاعتماد جميع الحالات المرفوعة في خدمة أسهل الخاصة بالتحويل، يتم اعتمادها آليا بدون الرجوع للموظف لاعتمادها. طبعا شيء جميل، هذه خدمة أسهل أو أبليكيشن أسهل وايد سهل على الناس من الأوراق والروتين التقليدي. صحيح. طبعا القرار المادة الثالثة منه والتوضيح، المادة الثالثة من القرار 142 على 2021 يسمح بتحويل العمالة المستخدمة محليا بجميع القطاعات بموافقة صاحب العمل وبدون شرط المدة المنصوص عليها. جميل. بالبند رقم 1 إلى البند 5 من القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015. كثير من الأشخاص يعني ما يعرفون شنو البند 1 إلى البند 5 من القرار 842 لسنة 2015، فأحب أن أوضح لهم هذا الفقرة. كانت هناك مدة زمنية مرور سنة من آخر تحويل للعامل لصاحب عمل آخر وبنفس النشاط، الآن تم إلغاء المدة الزمنية وتم رفع حظر التحويل لنفس النشاط، فبإمكانهم التحويل لنشاط آخر وبدون مدة زمنية محددة. حلو حلو. يعني شيء جميل إن اليوم أي عامل يبي يحاول يعني ينتقل من وظيفة لوظيفة يقدر حتى لو ما مر عليه. صحيح طبعا سنة. كل الشكر. نعم لك الأستاذ محمد برقبة على هذه المداخلة وهذه المعلومات، شكرا يعطيك العافية. فعلا نفس ما ذكر بعض المعلومات، يعني نفس تسهيل هذه الحجز المسبق شيء وايد حلو طبعا.